Alpha. قبل هوايتي تصوير الفوتوغرافي كان عندي هواية، والهواية هي القنص. القنص بالطير بالذات أو الصقر احنا نقول. فجأة الهواية هذه تأثيرا من الأصدقاء اللي حوالي، كنا دائما نطلع نروح البر والكشتات، وزادت الهواية إلى القنص. فكنا نسافر السعودية نقعد فيها تقريبا أسبوعين. من الأشياء هذه الحلوة تعلمنا أشياء كثيرة، يعني مثلا الصبر، المثابرة، وطبعا ما يخفى عليكم المغامرات الحلوة اللي كنا احنا يعني مر فيها. كنا نتعلم ثقافات بيننا بين بعض، يعني مثل الصقاقير في السعودية أو الإمارات. اختلاف الثقافات هذه جميلة جدا، فحبيت أن أوثق هالمواضيع هذه، بالذات حب الصقار إلى الصقر أو الطير بالنسبة له، فكان هالشيء كأنه ولده يعني، فكان في حب بينهم بين بعض. فحبيت أن أوري هاللقطات هذه من ناحية نظرتي أنا حق الناس، عشان لما نرجع يسألونا دائما إيش دعوة تروحون أسبوعين ثلاثة، شو الوناسة فيها وشو المتعة فيها. سبحان الله بذيك الأيام شريت كاميرا الديجيتال السوني F717. احنا قاعد نتكلم تقريبا من 18 إلى 20 سنة اللي طافوا. الشيء حلو ان بذيك الفترة ان تستخدم كاميرا ديجيتال كان شيء غريب، لما توري الشخص اللي انت قاعد تصوره صورة بنفس الوقت، كان شعور حلو انه يفهم شنو قصدك انت لما تبي توثق الشيء هذا، وبالذات يعني حق واحد عايش حياته بالبر فما عنده الاهتمام بهالشيء هذا. فيوم وريناهم او وريتهم بالذات يعني الاشخاص هذه شنو جمال الصوره بعيني، فهموا شنو قصدي، فقام يعطوني زياده، قام يشرحوا لي زياده بهالمواضيع هذه، فتعمقت وايد بهالموضوع. فاليوم رديت الذكرى هذه من ناحيه فيصل كمصور فوتوغرافي وليس كصقار.